سنة هجرية مضت ونحن على أبواب سنة جديدة نستقبلها باليمن والبركات. نتمنى أن يكون عاما سعيد للجميع. إذن غدا أول محرم بالتأكيد. الحديث هذا اليوم حول السنة الهجرية والاستعداد لها مع فضيلة الشيخ جمال غول الذي تعودتم عليه بالتأكيد كل أسبوع في فقرة الدين والحياة. أهلا بك فضيلة الشيخ، سعيد باستقبالك ككل أسبوع في البرنامج. شكرا، بارك الله فيك أخي محمد، والسلام على جميع المشاهدين الأكارم في كل مناطق الجزائر الحبيبة وفي غيرها ممن يتابعون هذا البرنامج الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون نافعا ومفيدا في هذا اليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة، خير الأيام عند الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. إذا فضيلة الشيخ نتكلم حول عام مضى، بالتأكيد السنة الهجرية لها الكثير من الدلالات والكثير من المعاني في الإسلام وأيضا في الحياة للشعب الجزائري والمسلمين أيضا. ما هي السنة الهجرية وما مقاصدها أيضا؟ نعم، بالنسبة للسنة الهجرية كما يعلم جميع المشاهدين احنا الآن خلاص سنة 1443 راح تدخل سنة أخرى اللي هي 1444 هجرية. يعني هذا يعني أنه هذا الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به شحال عمره؟ شحال عمره؟ معناها عمره 1444 نزيدوا له 13 سنة تاع المرحلة المكية. يعني يرجع عمر الإسلام هو 1456 سنة. وما أدراك ما هذا العمر رغم كيد الأعداء الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. حاولوا أن يضربوا الإسلام بمختلف الشبهات وبمختلف الادعاءات والاتهامات، بأنه دين إرهاب، بأنه دين انتشر بسلطة السيف والدماء، وكل ذلك مغالطات. شوف يعني يبقى هذا الإسلام رغم كل وجدار الأعداء باش ينحيوه من قلوب الناس باش يطفيوه، لكن بقى مازال له 1456 سنة وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا لابد أن يعلم المشاهد أن الإسلام هو النسخة الوحيدة من الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى اللي لم يطلها أو لم تطلها أيادي التحريف والتزييف، غير الإسلام فقط اللي بقى صافي كما أنزله الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إن ربي سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليوم عند النصارى الأناجيل معمر أناجيل، مختلفين شكون هو الصحيح، شكون هو اللي عنده الحق، إلى غير ذلك من الكتب الأخرى اللي حرفوها. احنا الإسلام تاعنا بحمد الله باقي صافي، ما علينا إلا أن نلتزم به وسنكون من السعداء في الدنيا والآخرة. المقدمة الثالثة المهمة أنه المسلم، احنا المسلمين، المسلم هو الإنسان الوحيد في هذا الكون الذي يوحد الله ويعبده وفق مراد الله وشريعته. أقوام كثيرة تدعي أنها تعبد الله، لكن تعبد الله كما تحب هي أو كما حرف دينها وكتبها. احنا الإنسان المسلم هو الذي يعبد الله وفق مراد الله، وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نصل إلى مقدمة مهمة جدا، أن الأمة الإسلامية هي اللي ذات الوراثة تاع الديانات جميعا لكل الأمم السابقة. اليوم للأسف هناك من يدعو إلى دين جديد، وهذه مغالطة خطيرة ينبغي أن ننبه الشباب إليها. ما كانش دين ولا ديانة تسمى الإبراهيمية، هذه من المغالطات. ربي سبحانه قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليوم حابين يرجعوا لنا دين يشترك فيه اليهود والنصارى والمشركون، وهذا غير صحيح، وهذا خطأ، وهذه مغالطة. فهذه مقدمة مهمة حول هذا الدين بهذه المناسبة الطيبة. بالتأكيد دين عند الله هو الإسلام، بالتأكيد لأنه الإسلام هو الدين الجامع لكل الأديان الأخرى ومحصلة ختامية وتجسيد للمجهودات الأنبياء ككل في الإسلام. بالتأكيد فضيلة الشيخ السنة الهجرية لها معاني ومقاصد شفناها معك في المقدمات الجميلة حقيقة التي تبرز معاني الإسلام الحقة. لو نتكلم
نتكلم عن الاستعداد للسنة الهجرية الجديدة، الأكيد أنه لنا عادات كثيرة وتقاليد كثيرة للاحتفال بهذه السنة، نجتمع في بداية السنة الهجرية في العائلة، نستذكر الله سبحانه وتعالى. ما هي أهم النشاطات التي يجب أن نعكف على تجسيدها في المنزل لو نتكلم كأفراد وكأشخاص عاديين؟ نعم، الآن هذه نهاية السنة وبداية السنة هي مرحلة فاصلة بين زمنين، بين مرحلتين، بين مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة. المسلم الكيس هو الذي يدير وقفة في هذا الوقت بالذات لكي ينظر إلى ما مضى. الآن فات عام كامل، يعني 354 يوم، بكل ما فيها من أفراح وأحزان، بما فيها من أسفار وغير أسفار، بما فيها من تقلبات الحياة. الآن مرت هذه السنة الماضية بكل ما حملته من خير ومن شر، كل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. اليوم لابد أن نقف وقفة ذكرى وعبرة. الآن وش معناها لما نقول الآن سنة كاملة خلصت؟ مضت، بمعنى أنه سنة كاملة من أعمارنا انتهت، بمعنى احنا نتقدم نحو الآخرة، نحو الموت، الموت اللي هو مكتوب على كل المخلوقات، هي حتمية على كل المخلوقات. نعم، فلما سنة ماضية انتهت معناها ناقصة منا من أعمارنا. ولذلك يقول الشاعر: إنا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. يعني تقرب، دائما تقرب، فلازم الانسان يدير في حسابه هذا المعنى هذايا، لما يخلص نهار، لما يخلص شهر، لما يخلص عام، يدير في باله بلي راهو تقدم نحو الاجل تاعو، راهو نقص من عمرهم. هذه الوقفه الاولى. الوقفه الثانيه، مادام فات عام كامل لازم نوقفوا وقفه محاسبه. واش كان في هذا العام هذايا؟ ما كان فيه من خير نفرح به و يعني نثمنه ونزيد منه في العام الجاي ان شاء الله. ما كان من سوء، ما كان من أخطاء، ما كان من شر، ينبغي الإنسان أنه يندم، أنه يستغفر، أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نحاسب أنفسنا في هذه الوقفة هذه، يعني في مجال العبادة، هل كنا صح نعبد الله كما يحب الله، وما قصرناش وما أخطأناش وما غلطناش؟ فنحاسب أنفسنا، نحاسب أنفسنا مع علاقاتنا مع أهلنا، في تربية أولادنا، في الإحسان إلى والدينا، واش درنا واش ما درناش، واش نجحنا واش ما نجحناش، باش يكون هذا كله زاد نمشيو به للسنة المقبلة بإذن الله. ثم نديروها وقفة تهيؤ واستعداد وعزم على أنه لابد أن نتقن فن الحياة لنصل إلى فن الممات. الآن بعض الشباب يظن، يدير في باله باللي لما نتكلموا له على الدين ونقولوا لازم تتبع الدين، تلتزم الدين، بمعنى انه راح نضيقوا عليه حياته، راح نصمتوا له حياته، راح نصمتوا له عيشته، وهذا خطا كبير. بالعكس، لما نقولوا لك انت تتبع الدين والتزم بالدين، الدين هذا فيه فسحه عظيمه كبيره جدا جدا. لما تلتزم بالدين، على سبيل المثال المحرمات معدوده قد نحسبها، اما المباحات ماهيش محسوبه. كل ما هو مباح وخير خير كبير. ربي سبحانه يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرجت للناس والطيبات. بالعكس، ربي سبحانه ما ضيقش على الناس، بالعكس فتح لهم باب واسع في الخير وفي الحلال وفي السعادة وفيما هو ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته. فلا بد أن هذه الوقفة بهذه المعاني وغيرها راح تخلينا ندخل بأمل جديد، بأفق جديد، بتفاؤل بعيد في السنة الهجرية المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. نذهب إلى الهجرة النبوية فضيلة الشيخ. الهجرة النبوية لها معاني كبيرة وأيضا مقاصد كبيرة. من خلالها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه، وذهب باحثا عن الأمن، يبحث عن مكان آخر ينشر فيه الدعوة الإسلامية بالتأكيد، ومن هناك انطلقت الدعوة الإسلامية لتصبح عامة للمؤمنين، لتصل لنا بعد 14 قرنا للجيل، ولا زالت كما قلتم فضيلة الشيخ. نتكلم قليلا عن الهجرة النبوية. طبعا الهجرة النبوية هو حدث عظيم في تاريخنا، ولابد أن نصحح أن الهجرة لم تكن في واحد محرم، يعني مش في آخر سنة، وإنما اصطلح على ذلك،
والمعروف انه التاريخ الهجري اعتمد في زمن عمر بن الخطاب الخليفه الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما يعني توسعت البلاد المسلمه وفي عهده كانت تجي مراسلات غير مؤرخه، فقال لابد ان نجعل هناك تاريخ لنضبط به الامور، فتشاور مع الصحابه وكانت عدة اقتراحات، ثم تم الاتفاق والتوافق على أن يختار تاريخ الهجرة بدءا لتاريخنا الخاص بنا كأمة مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يعني فرارا بدينه من أجل أن يلقى بيئة لتقوية هذا الدين ونشره للبلدان الأخرى، فهنا لابد أن نستحضر معنى عظيم جدا، هو أنه هذا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام يعني قدموا تضحيات عظيمة جدا لهذا الدين باش يوصلنا هذا الدين. الناس قدمت تضحيات، الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هاجروا يعني خلوا كل ما يملكون، خلوا حتى أموالهم ديارهم مزارعهم، خلوا حتى أقربائهم، كاين اللي خلى حتى أولاده من أجل أن يحفظ لنا هذا الدين. فتضحيات عظيمة اليوم لابد أن نستحضرها. اليوم أنا وانت أخي محمد والمشاهد الكريم، ماذا قدمت لهذا الدين؟ واش قدمت انت لهذا الدين؟ واش قدمت لهذه الأمة؟ واش قدمت لهذا البلد المسلم الذي يحيي ذكر الله تبارك وتعالى؟ فكل واحد منا لابد عليه أن يتذكر هذه التضحيات ويعمل ما في وسعهم، ما تكونش حياته فقط ملذات لنفسه وللزملاء القريبة منه أولاده وفاميلته فقط، لابد أن يقدم خير، لابد أن يقدم وقفا، لابد أن يشارك في جمعية، أن يشارك في هيئة تعمل الخير تنفع الناس فينفع هو أيضا ويكون عنده رصيد فيما يقدمه لهذا الدين. تتكلم عن نقطة مهمة فضيلة الشيخ، هو إن كنا نعمل من أجل أنفسنا فبالتأكيد النتائج تبان، حياة قصيرة يعني حياة قصيرة، لكن عندما نخدم المجتمع هناك تصبح ثقافة وفكرة. لو نتكلم على الغرب فضيلة الشيخ، لماذا سبقنا الغرب وإحنا تأخرنا؟ الأكيد عندهم واحد المقولة هي مقولة شهيرة، أنا أعمل من أجل وطني. عندما نتكلم مع مواطن أمريكي يقول لك نعم أستطيع أن أغير العالم، وهم مجتمعات لا تؤمن بالدين، هم مجتمعات براغماتية رأسمالية إلى غير ذلك. ماذا يجب علينا كمسلمين أن نستدرك من معاني ومقاصد الهجرة النبوية؟ نعلم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من أجل الدعوة وهاجر أيضا لبناء دولة من أجل بناء دولة مدنية متحضرة. نعم تفضل يعني سبقتني. نعم هو ما تفضلت به في خصوص الغرب يعني كل ما يعمل به الآن في الغرب من هذه الأساليب اللي ذكرتها، العمل الجماعي، العمل المصلحة العامة، كلها هي قواعد أصيلة في شريعتنا وخذوها من عندنا احنا. لما كانت حضارة المسلمين سابقا في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الدولة المسلمة في الأندلس، حضارة الأندلس، يعني كل هذه القواعد أخذوها من عند المسلمين. للأسف احنا اليوم أنا متأخرين، يعني لما خلينا هذه القواعد الحضارية المنبثقة أصالة من ديننا واتبعنا سفاسف الأمور اللي جبناها من عندهم للأسف الشديد، فتقدموا علينا في كثير من أساليب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر يعني إلى المدينة المنورة كانت اسمها يثرب، صحيح، فسمها المدينة من التمدن، من التحضر، بالمعنى يعني بالمعنى مصطلح مدنية جداً. هذا لو نعود إلى التاريخ، يعني مصطلح مدينة كان في 1648 مع معاهدة وستفاليا مع انتهاء الدولة البابا والكنيسة إلى غير ذلك. نعود إلى التاريخ الإسلامي نلقوا أنه قرون من قبل كان هذا المصطلح المدنية موجود في الفكر الإسلامي أيضاً. نعم، ولما هاجر باش يدير هذه الدولة يعني أول أمر بدأ ببناء المسجد، وهذا لابد أن ننتبه إليه، أنه المسجد يعني وجوده في مجتمعاتنا، في أحيائنا، في شوارعنا له أهمية بالغة في التأثير على المدنية الحقيقية. المدنية الحقيقية هو اللي يكون فيها المجتمع، ما فيش آفات، المسجد ليس مؤسسة تغلق وتفتح للصلاة فقط كطقوس، حاشا لله سبحانه وتعالى، بل بالعكس المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت منه تعقد فيه القضاء، يعقد فيه العمل التضامني التكافلي بالمعنى تاع اليوم، كانت من ثم تنطلق الألوية للجهاد والفتوحات. فالمسجد لابد أن ينتبه إليه كمؤسسة مهمة جدا، مؤسسة تنشئة وتنشئة دينية واجتماعية وثقافية في المجتمع. ثم بعد ذلك من بين ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه مهمة جدا. اليوم احنا نعاني من جفاء الأخوة فيما بيننا، أصبحت العائلة في الدار الوحدة، دار وحدة من بابات ومن يمات واحدة، ما يتكلموش مع بعضهم البعض،
فمصيبة كحلة. فالمفروض احنا كلنا المسلمون تربطنا هذه الرابطة القوية اللي احيانا تكون اقوى من رابطة الدم. تصور انت مجتمع يكون متأخي، مجتمع يكونوا يتحابوا فيما بينهم، يتعاونوا فيما بينهم، هل حيكون عندنا مشاكل لبعضها اليوم نتخبطوا فيها في كثير من المدن والشوارع؟ ثم الامر الثالث كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم دار دستور المدينه، لان هذا الدستور لو نقراوه هو حقيقه هو اول اعلان لحقوق الانسان. صحيح، ماهوش الاعلان اللي دارته منظمه الامم المتحده وطمع باريس، بالعكس هو الاعلان اللي داره النبي صلى الله عليه وسلم. نرتب فيه ووضح فيه العلاقات مع اليهود، العلاقات بين المسلمين، العلاقات مع اهل الذمه الى اخره. فيعني نظم حتى الطريق ونظم المؤسسات الى غدا. فلذلك نحن الان مطلوب منا ان نعزم على ان نبني حضاره حقيقيه نفتخر بها ونعتز بها، ونرجع المجد الذي كان لاجدادنا واسلافنا في تاريخنا الاسلامي. معرفه التاريخ الحضاري للدين الاسلامي وللحضاره الاسلاميه هو واجب على كل انسان مسلم فضيله الشيخ، معرفته والاستفاده منه. نعود الى الموضوع، والتفاؤل بالخير يجب ان يكون الصفه البارزه للمسلمين، لان المسلم يجب ان يكون متفائلا في كل الاوقات حتى في تلك الأوقات الصعبة. ماذا نقول لأولئك الذين هم على مضيقة من أمورهم وعلى شدة من أمرهم، وهم مرضى يعانون من مشاكل مختلفة عائلية إلى غير ذلك، وهم يستقبلون العام الجديد؟ الأكيد الفرح يجب أن يكون مهما كانت الظروف. نعم حقيقة، فعلينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أبقانا في لعام جديد، في الحين أنه كان كثير من أحبابنا من أهلنا من أقاربنا قد توفاهم الله في السنة الماضية. فإن شاء الله ربي يرحمهم جميعا رحمة واسعة، وربي يشفي جميع المرضى ويكونون في هذا العام في صحة وعافية. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقانا لهذه السنة الجديدة، وطبعا نتفائل خيرا. وربي سبحانه قال إن مع العسر يسرا، ثم كررها إن مع العسر يسرا. قال العلماء لا يمكن لعسر أن يغلب يسرين، فاليسر هو اللي حيغلب في الأخير. القاعدة تقول كل مر سيمر، وهك تشوف عام كامل مر بكل ما فيه من تعب، بكل فيه من أحزان، بكل فيه من أفراح. ما على المسلم إلا أن يعزم وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه عنده غير الخير، فإحنا علينا أن نحرص على أن نكون من أهل الخير، ونحرص أن نبتعد عن أن نكون من أهل الشر. صح. هذه فرصة جديدة أعطاها لنا ربي سبحانه في هذا العام، فعلينا أن نتدارك التقصير اللي كان العام الماضي. اللي كان دار الشر عليه أن يندم، عليه أن يستقبل أبواب الخير الواسعة والكثيرة في مجتمعنا وفي ديننا. نتفائل أنه ما كان من هم سوف يزيله الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه يعني وعدنا بكل خير، ما علينا إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا صادقا، بحيث نقوم بواجباتنا وندعو الله سبحانه وتعالى، وسوف نرى كل أنواع الخير. وهو كذلك سأوقفك عن نقطة الدعاء فضيلة الشيخ. الأكيد من مراد المصائب هو الدعاء، ويجب الاجتهاد في الدعاء. كيف نجتهد في دعائنا فضيلة الشيخ، بما أنه الذكرى أول محرم هو مناسبة للدعاء أيضا، وأيضا للاستغفار وللصلاة وللعبادات أيضا، كيف نجتهد في الدعاء؟ نعم، احنا غدوة إن شاء الله راح يكون أول محرم، يعني يدخل شهر محرم. شهر محرم من أشهر الحرام، ومن أشهر اللي جعلها ربي فيها مواسم خير، مواسم عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصوم أو الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيشرع لنا أن نكثر من الصيام في شهر الله المحرم. اللي قدر يصوم 29 يوم 24 يوم 25 يوم فليصوم. ويأتينا في شهر محرم، يعني يوم الاثنين ماشي المقبل، الاثنين الآخر يكون يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أيضا هو يوم عظيم جدا، يسن ويشرع صومه، وربي به يغفر ذنوب السنة الماضية. بمعنى أنه الدعاء مع الصوم راح يكون مستجاب، فالإنسان يكثر من الدعاء في هذا الشهر بالخير له ولأهله ولأولاده ولبلاده ولأمته جمعاء. فنغتنم هذا الشهر، نغتنمه في الخير، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شهر الله المحرم يكون انطلاقة موفقة لعزم أكيد على أن نغير. لابد أن يكون تغيير، هذا يعني إذا ما غيرناش راح نبقاو احنا نتأخر. وبالتالي هذه فرصة باش نغيروا، نروح نتقدم في كثير من جوانب الحياة الدينية والاقتصادية والتقنية والعلمية وما إلى ذلك.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نقوم بأدوارنا. قبل أن ندعو الله بشي يعطينا الخير ويهيئنا الأمور كما نحب، ندعو الله أن يوفقنا في أدوارنا. الآن ما بقاش الإنسان يقصر في دوره، اللي مقصر في تربية ولاده كيفاش راح يكون ولاده ناجحين ويدعو الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه قادر، ولكن ربي دارنا سنة في هذا الكون هي اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب من صميم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فما نقصروش في أدوارنا، عندنا واجبات، عندنا أعمال، لابد أن نبذل جهدنا في أداء هذه الأعمال. ورب سبحانه كل من علم في قلبه صدق ودار جست، دار البداية، دار السبب، راح يوفقه رب سبحانه، وسوف نحصد يعني خيرات وثمار عظيمة جدا في بلادنا في هذه السنة. إذا ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله أن يوفقنا في أدوارنا. ثم بعد ذلك كي نعزموا على أن نغيروا في هذه السنة، لازم يكون عندنا تخطيط. ما يكفيش أنك تعزم قال هذا العام سوف أغير من سلوكي، كنت نتكيف نرجع ما نتكيفش، كنت نغش في المعاملة تاعي في التجارة نرجع ما نغش، كنت مخسرها مع والدية سوف أحسن مع والدية، كنت في الدراسة تاعي كنت شوية شوية الآن سأعزم على أن أكون من المتفوقين باش ننفع هذا الدين وننفع هذا الوطن. الآن هذا الشيء لازم له تخطيط، الإنسان يدير بروغرام، يدير برنامج باش يقدر يتابع مدى وصوله إلى تحقيق أهدافه، وذلك ليس بالأمر الصعب. ثم بعد ذلك لابد أن نحن، هذا التاريخ الهجري هو أحد أنواع التميز. ما نبقاوش عندنا التبعية للخارج في أي مجال من المجالات، المجال التقني، المجال الثقافي، المجال الاجتماعي، لابد أن نتميز وأن نتحرر من الاستلاب والتبعية للخارج. عمر بن الخطاب كان كاين التاريخ الميلادي، ولكن حب يدير حاجة خاصة لأمتنا، فمن بين أنواع التميز لأمتنا هو التاريخ الهجري. التاريخ الهجري مهم، لابد أن نعرف هذا التاريخ باش يكون في علم كثير من العائلات، أنه كثير من الأحكام الشرعية تحسب بالتاريخ الهجري صحيح، مش بالتاريخ الميلادي. الآن الزكاة، الناس اللي يخرجوا الزكاة ربي يبارك لهم إن شاء الله وربي يوفقهم، الزكاة لا تخرج بالتاريخ الميلادي، تخرج بالتاريخ الهجري. لازم تدير تاريخ سنوي، أول محرم ولا عاشوراء ولا رمضان ولا العيد الكبير باش تخرج الزكاة تاعك، ما تخرجهاش في التاريخ الميلادي. الآن بعض الآجال مثلا تاع العدة تاع عدة الوفاة ولا الطلاق تحسب بالتاريخ الهجري. حتى رمضان يعني خطرة يجينا في الشتاء، خطرة يجينا في الصيف، نعم، وهذا نتيجة لاختلاف التاريخ الهجري وعدد الشهور أيضا. وهذا يدل على أن التاريخ الهجري هو أصدق وأقوم وأصح من التاريخ لأنه الأخر، هو قمري قمري الشيخ، يعني حقيقي صحيح، ما هوش مبتكر، ما هوش مخترع كما التاريخ الميلادي. نذهب فضيلة الشيخ إلى أهمية الصيام خلال شهر محرم، اللي هو من الشهور التي يكثر فيها الصيام عند المسلمين. كيف يكون هذا الصيام؟ متى يبدأ؟ الكثير يتساءل حول كيفية الصيام أيضا، لأنه يهم هذا الأمر. نعم، صوم الصيام كنافلة من النوافل هي من القربات العظيمة جدا، اللي عندها أجر عظيم جدا. ربي سبحانه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض العلماء فسروا أن الصابرين هما الصائمين، هما اللي يصوموا بزاف. يوم القيامة ربي يجعلهم مدخل خاص في باب في الجنة. يعني تصور أنت الآن لما نروحوا لأي هيئات وزارات ولا VIP، كاين مدخل خاص وكاين مدخل عام. انت يوم القيامه تكون عندك مدخل خاص تكريما لانك كنت تقوم بهذه العباده. اليوم الان في الدول الغربيه، يعني الان اصبحوا يعتمدون الصوم كعلاج لكثير من الامراض. احنا الحمد لله احنا هذا الصوم ربي سبحانه شرعه لنا باش نديو الاجر وباش نستفادوا من الجانب الصحي لكثير من الامراض عن طريق الصوم. فشهر الله المحرم شهر، هذا هو ليس بحديث ولكن معناه صحيح. صحيح، معناه صحيح، هي قاعده نستخدمها، قاعده صحيه. نعم، قلت اذا شهر الله المحرم شرع لنا ان نكثر فيه من الصيام، بمعنى الاجر تاع الصوم في غير محرم، هنا في محرم يكون اكثر منه. نصوم اليوم الاول، نصوم اليوم الاول، نصوم كل ايام الايام محرم، لا نكمل الشهر، لانه النبي صلى الله عليه وسلم عليه هاي والله لم ان يصوم شهرا كاملا الا رمضان. صحيح، باقي من غيره نصوم اكثر الشهر. يعني اللي يقدر يصوم 25 يوم يصوم، خمس ايام 4 ايام، يومين، اللي ما قدرش يصوم. ما نساوش باللي درجه الحراره حقيقه، اللي يكون عنده باذن شويه رطب، اللي يكون عنده نعم، اللي يكون عنده اعمال اعمال واجبات شاقه فهو يعفى من هذا الصوم. اللي عنده امراض مزمنه ماهوش معني بهذا الصوم، يكفيه النية، يكفيه أنه صام لما كان صحيح. فلما نصومه يعني لما تصوم يوما واحدا
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله وش عنده؟ قال باعد، وفي لفظ باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ربي سبحانه يبعدك عن النار، يقيك النار شحال؟ قال مسافة 70 خريفة. بعض العلماء قال 70 خريفا يعني 70 سنة، وبعضهم قال 70 خريفا هي أعظم بكثير من السنة المعروفة عندنا في هذه الدنيا. فلا نفوت هذه الفرصة، فلنجعل يعني معليش الصيف فيه الخرجات، فيه المنتزهات، فيه البحر، نروحوا شوية البحر ونصوموا شوية، فننوع باش ما نضيعوش هذه الفرصة. لماذا؟ لما تصوم في أول محرم كأنك عزمت على أن يكون العام كله في الخير، في الطريق الصحيح، فالصواب تنطلق انطلاقة موفقة بإذن الله في العبادة وفي أعمالك اليومية وفي الوظيفة تاعك وفي علاقتك مع الناس. فلنجعل من محرم انطلاقة قوية لعهد جديد، لأمل جديد، لتفاؤل يكون أقوى من الحديد بإذن الله. أتركك مع مجموعة من النصائح فضيلة الشيخ نقدمها للمشاهدين الذين يشاهدون فقرة الدين والحياة للاستعداد للسنة الجديدة، حتى نلخص كل ما قلناه في نقاط مهمة للمشاهدين. نعم، أنا دائما أفضل وأحبب أن أتكلم مع الشباب خاصة لأنهم أمل هذه الأمة. أول حاجة نقول لهم يعني لابد أن نعتز بهذا الدين، نعتز أننا مسلمين، يكفينا شرفا أننا من المسلمين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وهذا كرم منه عز وجل. فالآن أمتنا المسلمة لابد أن نعتز، ثم لابد أن نبذل الجهود اللازمة. انقضى عام كامل فلابد أن نحاسب أنفسنا على ما قدمنا في ذلك العام، ويأتينا عام جديد لابد أن نعزم فيه على أن نغير من الأسوأ إلى الأحسن، من التخلف إلى التقدم، من الشر إلى الخير بإذن الله. ولما نعزم وندعو الله سبحانه وتعالى ونبذل الجهد سوف بإذن الله ربي سبحانه يوفقنا. شهر الله المحرم يستحب فيه الصوم، فيه أجر عظيم، فلنجعله انطلاقة للخير، انطلاقة للطريق الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الأمة بشبابها، برجالها، بشيوخها، بأئمتها، بنسائها، ببناتها، بحكامها، أن يوفقهم للخير وأن يديمهم في الخير، وأن يجعل إن شاء الله ربي سهلنا الطريق نحو الريادة. أمتنا هي أمة الريادة، ربي أراد منا أن نكون نحن قادة الأمم، فإن شاء الله نبذل الأسباب اللازمة وندعو الله سبحانه وتعالى لنرجع إلى قيادة الأمم، لراهم حاصلين، لراهم تائهين في كثير من المجالات العقدية والاجتماعية، باش نرجعهم للطريق الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. هذا واجب الشباب اليوم، لابد أن يفكر كيفاش هو يولي قائد يهدي الناس من الأمم الكافرة، ماشي يخمم أنه هو يروح يعيش معهم وفرحان بمعيشتهم ويعني يتمنى أن يعيش مثلهم وهم كفار في هذا الضلال المبين. فالشباب لابد أن يكون عنده هذا البعد، أنه هذه الهمة كي يلتزم بدينه، وسوف بإذن الله يلقى السعادة التي يبحث عنها. بحث عن السعادة في المخدرات فلم يجدها، بحث عن السعادة في وسائل التواصل والمواقع الإباحية فلم يجدها ولن يجدها، بحث عن السعادة في الهجرة في قوارب الموت ولم يجدها. إذا أراد السعادة الحقيقية في الدنيا وثم في الآخرة وهي أعظم، ما عليه إلا أن يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم بهذا الدين التزام بسيط، التزام سوف لن يضيع عنه متع الحياة، سوف لن يضيق عليه معيشته، بالعكس تماما، يعيش في لهنة ويعيش في السكينة ويعيش وهو مع أبناء حيه، وله كامل الحرية في كل المباحات، يلعب بالون ما كانش مشكل، يخرج للبحر ما كانش مشكل، يدير كومبينغ في الجبل ما كانش مشكل، يتمتع بمتع الحياة المباحة، كل ذلك يكون عنده أجر، يكون عنده أجر. لما يأكل الطعام الحلال وينوي به أنه يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى ويشكر الله، سوف يكون له ذلك عبادة يدي عليها الأجر. لما ينام يرقد باش يريح جسمه، يدي لما يدير النية يدي عليها أجر. كاين دين أعظم من هذا الدين؟ لا يوجد دين أعظم من هذا الدين. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جمال غول، الحديث دائما معك شيق وممتع، تأخذ غالبا أكثر من الوقت نظرا لأهمية ما تتكلم. شكرا جزيلا لك، أتمنى لك سنة هجرية سعيدة وللمؤمنين والمسلمين في كل أنحاء العالم سنة هجرية جديدة وسعيدة لكم جميعا.